السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح أقدم لكم خلطة هي عبارة عن قشور البرتقال. كنا احنا بالشتاء نستعمل البرتقال بكثرة، ناكل البرتقال ونرمي القشور تبعته، بس هاي القشور صراحة غنية بزيوت الطيارة، هي هذه كمان فيها فيتامين سي. طيب فأنا قلت ليش، يعني بحثت باليوتيوب وشفت وباليوتيوب وبالجوجل ولقيت كتير خلطات حلوة قشور البرتقال، وحبيت أفيدكم بهذه الخلطات الحلوة. هي مفيدة كثير للبشرة الدهنية. البشرة الدهنية هو مقشر، في خلطة تقشر مقشر للبشرة الدهنية، وتسحب كمان الزيوت اللي بالوجه. طيب هي الخلطة عبارة عن قلنا قشور البرتقال طيب والعسل. خلطة عبارة عن قشور البرتقال والعسل، ناخذ ملعقة من قشور البرتقال وملعقة من العسل ونخلطها هيك مع بعض وندهن فيها الوجه والرقبة كلها. طيب ندهن الوجه والرقبة كلها، وبعدين بمرور 15 دقيقة نغسلها، نغسل عن وجهنا. طيب راح تلاحظوا مع الاستمرارية يعني بيقشر الوجه كتير حلو ويمص الزيوت اللي بالوجه ويشد الوجه كمان، ويشد كمان المسامات الواسعة اللي بالوجه كمان. وهو على فكرة كتير مفيد للوجه، قشور البرتقال كثير مفيدة، هي مطهرة كمان وفيها فيتامين سي قلنا، وفيها كمان قلنا زيوت الطيارة اللي هي كثير مفيدة للوجه وللجسم كمان. يعني احنا ناكل البرتقال يستفاد من عنده جسمنا، وبدنا كمان بشرتنا كمان تستفاد من عنده. في كمان خلطة ثانية، هي الخلطة الصراحة انا دائما بحب استعمل اللبن كمان مع القشور البرتقالي، كتير حلو كمان الانسان يعني هذا للبشرة البشرة الغير دهنية والعادية. طيب ناخذ ملعقة كبيرة تقريبا هيك طيب من اللبن او اليوغوت طيب، ونخلطها هيك كمان كويس، نخلطها ونفردها على الوجه كله وعلى الرقبة كمان. هذه كمان كتير حلوة للوجه من البشرة الدهنية. طيب كتير حلوة وكتير منيحة، تقدروا تحطوها على وجهكم. كمان هي مطهرة للوجه، البرتقال مطهر للوجه مع اللبن، كمان يبعد التجاعيد عن الوجه ويعطي لمعان للوجه، لمعان كتير حلوة للوجه. كمان نقدر ناخذ هيك كمان البرتقالة بعد ما ناكل، كمان انا حبيت افيدكم فيها، تاخذون هيك برتقالة وتفتحوها هيك طيب، وتمشوها على كل الوجه كمان بمية البرتقال، كتير مفيدة كمان للوجه. كمان في شغلة تانية كتير حلوة انا الصراحة سويتها، منو من عندنا ما يستعمل المي الورد؟ المي الورد كثير نستعمله، فكثير من الناس ما بيقدروا يحصلوا على مي الورد الاصلي. فانا اليوم شو سويت، جمعت قشور البرتقال تقريبا 4 5 حبات قشور البرتقال، تحطوها هيك بوعاء صغير طيب، وتحطون كاسه مي كمان، وتخلوها على النار لحد ما تغلي، بس تظل مسكره هذه الطنجره عشان كل من يغلي بيحتفظ بكل شو اسمه، بكل شيء له من المواد تبعه. نخليها لحد ما تغلي، بعدين نسكرها ونسيبها هيك تقريبا ساعتين. بعدين شو بنجيب، بناخذه طيب ونضيف له، نضيف له ملعقه صغيره، هاي وحده وهاي اثنين، نضيف له من جوز الهند، هذا جوز الهند، نضيف له ملعقتين صغار، ونضيف كمان ملعقة من اللوز الحلو، هاي ملعقة وهاي ملعقتين،
هذا بنستعمله. طيب هذا هيك نخلطه ونخليه نستعمله غسول للوجه ومرطب ومهدئ للبشرة وينعش البشرة كمان. أنا الصراحة دايما أودكم زي ما عودتكم، أنا بحب أخلطه بعلبة ومع هذه شو اسمه، وبخليه دايما بستعمله على وجهي كمنظف ومرطب للوجه. هيك على قد ما بيكفيني. طيب هذا بحتفظ فيه بمكان هيك بارد. طيب كما ما بغسل، قبل ما بغسل او اغسل وجهي وانظفه، بستعمله هيك غسول للوجه ومطهر، بيعطيه اشراقة ونضارة. احنا حطينا له زيت اللوز وحطينا له كمان جوز الهند، هذول اثنيناتهم الزيوت لا غنى عنهن الصراحة، كثير مفيدات الى الى الوجه، لهم فعالية كثير كبيرة للوجه. واتمنى يا ربي اني فدتكم بهذه الخلطتين اللي اعطيتكم اياها للوجه للبشرة الدهنية المقشر، وخلطة للبشرة الجافة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى من عندكم أن تعملوا لي اشتراك ولايك، ومع السلامة.